فيه المينو هناك يفضل راؤول فان دير باخت. فان دير باخت يبحث عن كريم بنزيما، بنزيما يتوغل هو هنا من عيد ميلاد لكريم بنزيما، يسجل هدفه الخامس منذ بداية الموسم مع فريق ريال مدريد. المراوغة باليمنى والتسديد باليسرى، كريم بنزيما يفعلها ويسجل الهدف الخامس في الدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد. قابل هدف واحد سجله في دوري أبطال أوروبا، سيواجه في الدور الثمن النهائي فريقه السابق ليون. كريم بنزيما يسجل هدفه الخامس له في مع فريق ريال مدريد، والسادس في مباراة اليوم. تصبح النتيجة ثقيلة جدا، 6-0، أثقل وأكبر نتيجة في الدوري الإسباني لفريق ريال مدريد.